مدينة جاسم 11/12/2013 أثر الدمار. الله أكبر الله أكبر. طلع انظر يا أخوي انظر طلع من الساعة 3 الصبح هم يقصفوا بين براجمات الصواريخ، من الساعة 4 والساعة 3 الصبح رعبوا الأهالي ورعبوا الأطفال، لا طحين لا خبز لا كهرباء، صار لنا 40 يوم مقطوعين من الخبز والطحين، ولا بيفوت إشي طحين على جاسم ولا إشي بالمرة يا أخوي. طلع طلع العالم، طلع السيارات، طلع الدور، طلع الدمار، انظر الدمار، انظر طلع.